أهلا بكم في العرض الثاني على الإقترانات الرياضية. لنكمل حيث توقفنا المرة الماضية، وما زلت أعتذر عن إعادة ذكر هي مثال الطعام، ربما كان ذلك مساعدا، لذلك سوف أبقي هنا لنحل المزيد من المسائل. أعتقد أن أفضل شيء هو الاستمرار في حل المزيد، وأعتقد أنكم سوف ترون أن الإقترانات الرياضية شيء ممتع لنقوم بحل المزيد. لنبدأ بالمثال التالي. لنفترض أن لدينا الإقتران جيل الإكس تساوي واحد، إذا كان إكس عدد زوجي. والصفر إذا كان إكس عدد فردي. ودعونا نفترض أن f x تساوي x زائد ثلاثة. دعونا نقول أنها تساوي ثلاثة جيل الإكس. دعونا نفترض، أريد تعقيدها قليلا. حسنا، سوف أجعلها أكثر تعقيدا. إذن لنقوم بحل بعض الأمثلة. سأعطيكم مثال. كم ناتج f الخمسة؟ حسنا، إذا هذا مثال مباشر. نأخذ الخمسة ونعوضها مكان الإكس في الإقتران f الإكس. إذا f الخمسة تساوي خمسة زائد ثلاثة جيل خمسة. ما قمت بفعله هو أنني أخذت هذه الخمسة وعوضتها مكان كل إكس، وإذا كان لدي تفاحة هنا عوضا عن الخمسة، فسيكون الإقتران F التفاحة يساوي تفاحة زائد جيل التفاحة. وليس بالضرورة أن هذا منطقيا، لكنك قد أدركت الفكرة الآن. F الخمسة تساوي خمسة زائد ثلاثة جيل خمسة، لكن كم تساوي هذه؟ إذن يبقى لدينا الخمسة كما هي زائد ثلاثة. حسنا، كم ناتج الجيل خمسة؟ إذا وضعنا الخمسة هنا، إذن الخمسة عدد زوجي، إذن الخمسة عدد فردي، فستساوي صفر. إذن جيل خمسة تساوي صفر. إذن يصبح لدينا خمسة زائد ثلاثة في صفر، والناتج هو خمسة. بالتالي كم يكون ناتج الأف للستة؟ حسنا، أف الستة تساوي ستة زائد ثلاثة جي الستة. ثلاثة زائد جي الستة. ومرة أخرى هذا يساوي ستة زائد جي الستة، هنا تساوي واحد لأنها عدد زوجي. بالتالي يصبح لدينا ستة زائد ثلاثة ضرب واحد وتساوي ستة زائد ثلاثة وتساوي تسعة. أعتقد أنك قد أدركت الفكرة الآن. عندما ترى مسألة تحتوي على العديد من الإقترانات الرياضية، ستقوم بأخذ ما بداخل الأقواس وتعويضه بقيمة X، وبالتالي ستحدث بعض التقدم في المسألة. دعونا نجرب واحدة أصعب. لنفترض أن f x تساوي x تربيع زائد وجيل x تساوي 2 x زائد، دعونا نقول 2 x 2x زائد f للx x ناقص ثلاثة. و h ال x تساوي خمسة x الآن سأقوم بإعطائكم مسألة صعبة للغاية. كم ناتج h لل g لل x؟ كم ناتج h ال g، دعوني أختار عددا لنفترض أنه ثلاث، h g للثلاث. في الواقع سنقوم بحل المزيد من المسائل في المستقبل، لكن لنقوم بحل هذا المثال. كم ناتج h لل g للثلاثة؟
ربما ستقول في البداية: إلهي، هذا جنون، لا أعلم كيف أبدأ بها. لكن ابدأ خطوة بخطوة. ما الذي يمكن إيجاده؟ هل يمكننا إيجاد جيل الثلاث؟ بالطبع يمكن أن نأخذ الثلاث ونعوضها في الاقتران الرياضي جي ونرى كم الناتج. لنبدأ أولا بجيل ثلاثة. إذن جيل ثلاثة، حسنا، إنها عبارة عن ثلاثة ضرب اثنان وتساوي ستة. قمنا باستبدال الإكس هنا بدل ثلاثة، إذن تساوي ستة زائد أف. أف سنقوم مرة أخرى باستبدال الإكس بثلاثة، تصبح أف الثلاثة ناقص ثلاثة، صحيح؟ إذن تصبح جي ثلاثة تساوي ستة زائد أف الصفر. الآن علينا إيجاد أف الصفر. لدينا التعريف لأف هنا، إذا يمكننا إيجاد أف الصفر. حسنا، نستبدل الصفر هنا، نستبدل X بالصفر هنا، ونحصل على صفر تربيع زائد واحد وتساوي واحد. بالتالي نأخذ هذا الناتج ونعوضه مكان الأف الصفر، فنحصل على جي ثلاثة تساوي ستة زائد واحد. إذن جي ثلاثة تساوي سبعة، صحيح؟ الآن نحن نعلم ناتج جي ثلاثة ويمكننا أن نعوض به، وهذا يعادل، نعلم أن جي ثلاثة تساوي سبعة وهذا نفسه اتش السبعة. اتش السبعة تساوي خمسة ضرب سبعة وتساوي 35. أعتقد أنك منزعج من هذا، وسأكون كذلك لو كنت مكانك. لكن الشيء المهم عندما ترى هذه المسألة أنك ستقول: بماذا يمكنني أبدأ أولا؟ أتش جيل الثلاثة إنها تبدو مزعجة. حسنا، جيل ثلاثة هل يمكن أن أعالجها؟ لدي تعريف الإلكترون الرياضي جي. عندما تعطي X أو في هذه الحالة أعطينا ثلاثة، وهذا ما فعلناه. قمنا أولا بإيجاد ناتج جي ثلاثة واستبدلت X بثلاثة، فأصبحت لدينا F ثلاثة ناقص ثلاثة وهي تساوي صفر، لأننا قمنا بتعويض ثلاثة بدل X. وفي الأعلى قمنا بإيجاد ناتج الأف الصفر وحصلنا على جي ثلاثة تساوي سبعة، ومن ثم قمنا بتعويضها في المسألة وحصلنا على H السبعة وتساوي 35 لأنها كانت عبارة عن خمسة ضرب سبعة. دعونا الآن نقوم بحل مثال يحتوي على نفس مجموعة الإلكترونات الرياضية. فلا أريد الاستمرار في إزعاجكم عندما أستخدم العديد من الإلكترونات الرياضية. دعوني أمحو هذه بسرعة الممكنة. أعتقد أنني أصبحت أسرع في مسألة المسح هذه. يمكنك أن تجلس وتفكر قليلا فيما قمنا بفعله في حل هذه المسائل. حسنا، هكذا. إذن دعونا نحل مسألة أخرى. كم ناتج F للH للعشرة؟ كم ناتج F الH للعشرة؟ حسنا، أولا نريد إيجاد ناتج H العشرة، صحيح؟ حسنا، يمكن القيام بهذا، لكن يمكننا إيجاد ناتج الأتش العشرة بسهولة. فنأخذ العشرة ونعوضها مكان الإكس. أتش العشرة تساوي خمسة ضرب إكس وتساوي 50. الآن نحن نعلم أن أتش العشرة تساوي 50،
إذن h العشرة تساوي 50، بالتالي نعوضها. إذن نقول أن h العشرة هي تعادل f في الخمسون، ثم f في الخمسون هنا في هذه المرحلة، فنأخذ الخمسون ونعوضها هنا. حسناً، تصبح لدينا 50 تربيع زائد 1 وتساوي 2500 زائد 1 وتساوي 2501. دعونا نرى كم ناتج جيل الأتش للواحد. حسناً، نأخذ h الواحد وهي تساوي 5، إذن هذا يساوي جيل 5. وجيل 5 نقوم بتعويض 5 هنا، إذن جيل 5 تساوي 2. إذن نقوم باستبدال x هنا ب 5، فيصبح لدينا 2 ضرب 5 زائد f 5 ناقص 3، وجيل 5 تساوي 10 زائد f 2. كم ناتج f 2 هنا؟ 2 تربيع زائد 1 وتساوي 5، 2 تربيع زائد 1 تساوي 5، إذن هذا يساوي 10 زائد 5 ويساوي 15. وإذا لازلت منزعجا لا تقلق، سأقوم بتسجيل بعض المسائل الأخرى وسأقوم بحل أمثلة أكثر عن مسائل الإلكترونات الرياضية. أراكم في العرض التالي. وداعا.